السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو الدويضه البيضاويه اللي غادي نحتاجو ليها. عندي هنا 1 كيلو ديال الشعريه، عندي هاد فيرميسال بحال هكا، هي نورمالمون كتكون بالدويضه وليني دابا ما كايناش. غادي نديرو هاد الشعريه. عندي هنا 4 طروفه ديال الدجاج، عندي 2 بصلات مقرده رقاق، عندي 2 معالق كبار ديال السمن. في الإقامة عندي الملحة، سكنجبير، الإبزار، الخرقوم وزعفران شعرة. عندي نص كاس ديال الزيت، 2 دروسة ديال الثومة وربع مقبط. في كوكوط غادي ندير 1 معلقة ديال السمن، غندير نص ديال البصلة، غندير القبطه ديال الربيع، الزيت، غادي نحك الثومه، وغندير الإقامة. غادي نخلطهم مزيان، ودابا غادي ندير طروفه ديال الدجاج باش غادي نشحرهم. الدجاج ملي بدا كيتشحر بحال هكا انا كنقليه، بدا كيدخل الطياب. غادي نزيد الماء، غادي نغطيه مزيان، وغادي نزيد هذيك البصله اللي خليت، وغنخلي الدجاج يطيب. دابا الشعريه كنديرها في قصريه، غادي ندير عليها شويه ديال السمن وغادي ندهنها به. نبقى نخدمها بحال هكا حتى تلبس كلها بليدان ديال السمن. من بعد ما دهنتها مزيان بالسمن غادي نديرها في الكسكاس ديال الكوكوط، مرقه من بعد ما بدات كتغلى بحال هذا الشكل بحال هكا غادي نديرو عليها الكسكاس اللي درنا فيه الشعريه، وغادي نخليو يتبخر هاد الشعريه والدجاج ديالنا يطيب مزيان. من بعد ما غلات الطنجره ديالتنا مزيان وكي كتشوف الشعريه تفورات مزيان على هاد الشكل بحال هكا، غادي نحيدها غادي نحيد الدجاج، غنديرو فواحد الإناء لي غيدخل الفران، غندير هذيك الشعريه في هذا المبرقه،
وغادي نقص عليها العافيه ونخليها حتى تشرب كاع هاد البلول اللي كاين. بالنسبه للدجاج هذاك السمن اللي خليت غادي ندهن كل طرف مزيان بالسمن. انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخلو غير باش يتحمر مزيان باش من بعد غادي نرجعو ان شاء الله باش نديرو التقديم ديال الطبق ديالنا. الشعريه من بعد ما شربات كتولي على هذا الشكل حبه حبه، غادي نديروها في صحن التقديم. كدوب بحال هكا الشهريه، وغادي نديرو الدجاج اللي حمرنا من الفوق. الطبق ديالنا ها هو موجود وكنقدموه بالصحه والراحه.